استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الذي يزور المملكة حاليا. ورحب جلالته بالفريق لوريمير واستعرض معه علاقات الصداقة البحرينية البريطانية، معربا جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية. من جانبه أعرب الفريق السير جون لوريمير عن شكره وتقديره للدور الكبير لجلالة الملك المفدى وجهوده الكريمة لتعزيز روابط الصداقة التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين.